السلام عليكم يا ابو حميد. هحاول اوريك في الفيديو ده بسرعه ازاي السنترال ليميت ثيوريم بتشتغل. مبدئيا السنترال ليميت ثيوريم بتقول انه السامبلينج ديستريبيوشن اوف ذا سامبل مينز ابروتشز ا نورمال ديستريبيوشن از ذا سامبل سايز جيتس لارجر, وانه السنترال ليميت ثيوريم هولدز يعني is true إذا كان السامبل سايزز أكتر من 30. يعني إيه سامبلينج ديستريبيوشن؟ يعني لو أنت عندك لارج بوبوليشن, فليكن مثلا 1000 شخص, وأخذت ريبيتد سامبلز من هذا البوبوليشن, فليكن 100 سامبل, 100 سامبل مختلفة قد يكون فيها تكرار وقد يكون ما فيهاش تكرار, وحسبت المين بتاع كل سامبل, وليكن مثلا السامبل الواحدة حجمها 50, حسبت لهم المين بتاعه. لو أخذت هذه المينز وعملت لها بلوت, هتكتشف إن هو هذا المينز following a normal distribution. حتى لو كان البوبوليشن الأصلي ما هواش following a normal distribution, يعني حتى لو كان الألف الأصليين مش following a normal distribution, لو خدت repeated samples provided ان هي فوق الـ30 وحسبت المين بتاع كل sample وبعدين عملت plotting لهذه المينز, تكتشف ان هذه المينز is following a normal distribution. وبالتالي بيقول لك انه the mean of sampling distribution or the mean of means is equal to the population mean. وطبعا احنا اتفقنا انه equal في الاستاتيستكس مش نفس equal في الماثماتكس. equal في الاستاتيستكس يعني there is no significant difference between them, يعني ال p value is greater than 0.05. احنا خدنا قبل كده حاجة اسمها standard deviation, وعرفنا انه how much the data deviates from the mean. لكن في عندنا هنا term جديد اسمه standard error of the mean. standard error of the mean هو deviation of the sample means from the population mean. It is the deviation of the sample means from the population mean. والstandard error of the mean ما هو إلا الstandard deviation مقسوم على the square root of the sample size, ما هو إلا الstandard deviation مقسوم على the square root of the sample size. حاول نشوف الكلام ده عملي باستخدام R. R من أقوى برامج الstatistics وأسهلها في التعامل. أنا عندي هنا داتا فيها أعمار حوالي 1400 شخص, 1419. لو جينا على الداتا دي, أول حاجة أنا عايز أعمل حاجة اسمها set seed. set seed دي معناها بنعملها علشان كل مرة نحصل على نفس النتائج. تعال نلخص ال H, هنكتشف ان انا عندي المين بتاعنا is 44.65. طيب جميل, وهنا لو انا عايزه لوحده هسميه X, وبعدين هطلب من R يقول لي what is X, هي نفس الرقم 44.646 يعني 65. كويس قوي. هل H الأصلي اللي في 1400 هل هو normally distributed؟ تعال نشوف الهيستوغرام. ده الهيستوغرام, واضح من شكل الهيستوغرام انه positively skewed. الداتا عندها tail to the right, ونقدر نأكد الكلام ده statistically ان احنا نعمل
a test of normality اسمه شابيرو ويلك تيست. لو ال p value بتاعت شابيرو ويلك اقل من 0.05 تبقى الداتا دي non normally distributed، ولو اكتر من 0.05 تبقى الداتا normally distributed. تعال نعمل التست، هنكتشف ان ال p value is very low 1.2 تقريبا to the power of minus 8. يبقى أنا عندي very low p value، يبقى الداتا دي is not normally distributed. طيب كلام جميل، يبقى ال population بتاعي ما هوش normally distributed، وعرفنا المين بتاعه كان كام؟ كان 44.65. كلام جميل، تعال بقى نطلب من R انه ياخد لنا different samples. السامبل الواحدة حجمها 50 شخص، يعني هياخد at random 50 من ال 1400 دول. هياخد كام سامبل R بقى؟ احنا هنطلب منه ياخد 500. يبقى R دلوقتي اخد 500 سامبل، كل واحدة حجمها 50. كويس، وبعدين هنطلب منه اهو دلوقتي هو كده هينفذ، اخد 500 سامبل كل واحده حجمها 50. دلوقتي بقى هنطلب منه انه يحسب لنا المين بتاع كل سامبل، المين بتاع كل سامبل هو كده حسبه. طب تعال نشوف الهيستوجرام بتاع السامبل مينز شكله عامل ازاي. شكله مختلف تماما، واضح جدا ان الهيستوجرام هنا سيمتريكال، approximately follows a normal distribution، بالرغم من ان البوبوليشن الاصلي ما كانش normally distributed، لكن المينز of the different samples followed a normal distribution. تعال نأكد الكلام ده بشابيرو ويلك تيست على السامبل مينز. تكتشف ان ال p value is greater than 0.05، يبقى معنى كده انه the means of the samples is normally distributed. طب تعال نطلب منه يقول لنا what is the mean of means، يعني المينز بتاعت السامبل دي what is their average. هتلاقيه بيقول لنا ان الافريج بتاعهم is 44.58. طب هل صحيح انه المين of the sample means اللي هو 44.58 هل فعلا equal للمين of the population اللي هي ال 44.65؟ مبدئيا كده they look similar، 44.58 و 44.65، يعني حتى لو عملت rounding هتبقى 44.7 و 44.6، it looks to me the same. لكن تعال نأكد بالstatistical test، نعمل one sample t test، هنقارن فيه x اللي هي ال mean of the population لو انت فاكر ب ال sample means. لو عملنا هذا التست هنجد بيقول لنا الآتي، بيقول لنا ان ال p value is 0.5 او حتى 0.6، وده معناه إنه there is no significant difference ما بين the mean of the population و the mean of the sample means، زي بالضبط المعلومة اللي الكتاب قالها لنا. وهيطلع لنا حاجة هناخدها في الدرس اللي وراه على طول اسمها 95% confidence interval. هذا 95% confidence interval في 95% من الحالات
يحتوي the mean of the population. هو the mean of the population كان كام؟ The mean of the population كان 44.65. طيب جميل، هل هذا الرقم موجود within this range؟ الإجابة لأن الرينج is from 44.3 ل 44.8. يبقى تلاحظ إن 44.65 is within this range. يبقى هنا دي واحدة من الحالات ال 95 اللي ال mean of the population هيبقى within the 95% confidence interval of the mean of the sample means. في 5% من الحالات ممكن ما يبقاش موجود جوه، وهنا يبقى السنترال ليميت ثيوريم شود ذات ات هولدز، والسبب انه السامبل سايز بتاعنا كان اكتر من 30، كان 50 في هذه الحالة.